الكريمة العظيمة ياسر محمد باسم أبناء الأحياء المجاورة لهذه الثورة الكريمة التي تشرفنا بأنها ثورة كانت في هذه الأحياء. هذا شرف لنا ونحن مستعدون أبناء الأحياء المجاورة أن ندافع عن شباب الثورة وأبناء الثورة بدمائنا وأموالنا وأهلنا جميعا. ها هم أبناء الحي مرة أخرى يأتون من المنطقة الشمالي. أبناء الحي أمام وسائل الإعلام مرة أخرى يأتون من المنطقة الشمالي ويأمرنا إخواننا في اتحاد التغيير. أبناء هذا الحي اليوم يأتون من كل المنافذ من كل البيوت من كل الأحياء يقولون لبقايا النظام لا لتكرار مجزرة معهد الكرامة باسم أبناء الحي. نحيي الجميع نحيي الجميع و